مصطفى كامباني بروديوس سينجل برودكت اند سيل ات فور 60 دولار، ده السيلينج برايس. ماشي، يبقى دي السيلينج برايس. سيلينج برايس هلخص بس الداتا 60 دولار. اشمعنى المره دي بتلخص؟ هقول لك دلوقتي. بعديها بيقول لي The following is information about unit cost. Direct material. لا 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 لا، مفيش الكلام الفاضي ده. Direct material, labor, variable overhead, variable selling. كل دي أرقام per unit لو تاخدوا بالكوا، أرقام صغيرة. لكن مديني بقى الاتنين التانيين دول، fixed manufacturing cost per month والfixed selling cost per year. مديني دول أرقام كبيرة ورابطهم بالوقت، يبقى دول الفيكسد كوست. وبعدين هو ايه الفيكسد اهو؟ لا، يبقى بعد اذنك ترجم لي الداتا ديت الشكل اللي انا متعود عليه، اللي هو ايه بقى؟ بيقول لي عشان اجيب الداتا ديت بالشكل اللي انا متعود عليه، هاخد الفاريبل كوست واجمع كل الفاريبل واللي انا عارفهم طبعا، دايركت ماتيريال فاريبل والليبر فاريبل ودي فاريبل ودي فاريبل، اجمع لي الاربعه دول، يبقى ال 20 بلس 10 بلس 7 بلس 3، تتكلم في 3 و7 10، 10 و10 20، و20 كمان يبقى 40. يبقى الفاريبل كوست عامله 40 اهي اهي. طب التوتال فيكسد كوست، استنى بقى عشان هنا فيه مطب اوعى تغرز فيه. ايه بقى المطب؟ قال لي استنى، الفيكسد كوست لقيت واحده مديها لي بير مانث والتانيه بير يير، ايه رايكم نشتغلهم ازاي؟ اشوف في اول ريكويرمنت هو طالب مني الانكم ستيتمنت ان انا اعملها، بيقول لي بريبير ا كونتريبيوشن فورمات انكم ستيتمنت فور ها 2020 if budget sales are 25 units، يعني عايزها عن سنة. تمام، لو كان قال لي 4 January 4 February يبقى انا كنت اشتغل per month. طب دي تخليني اعمل ايه؟ قال لي لازم الداتا بتاعتي تبقى مية واحدة. طالما انت عايز تعمل عن سنة، يبقى اللي كان per month حوله لير. وطبعا عشان احول حاجة per month لير هضربها في 12. لو كنت هشتغل انكم ستيتمنت للمانث، ها يبقى ساعتها كان اللي بالير احوله المانث، بان انا اعمل له ايه؟ ديفايدنج على 12. حلوه قوي الفكره دي، ركزوا. لازم الداتا بتاعتي تبقى ميه واحده حسب اللي مطلوب منك انت هتشتغل، تاخد قرار من الريكويرمنت بتاعتك. هو انا هشتغل بير مانث ولا بير يير؟ لقيته هنا عايز الانكم ستيتمنت لير، قلت خلاص يبقى اللي بير مانث دي هحولها بان انا اضربها في 12. يبقى اقول له والله الفيكسد كوست عشان اجيبها از توتال، هاخد اول فيكسد كوست اللي كانت ب 10000 دي، بس مش ب 10 بقى، لا ده انا هضربها في 12 شهر. اما الثانيه كانت بير يير جاهزه زي ما هي، عامله 80، هتفضل 80. طبعا دي هتديني اول واحده 120، و80 هيطلع التوتال 200000. يا الحمد لله على السلامه. اول ما الداتا بتاعتك تتشكل بالشكل اللي حضرتك متعود عليه، بقى عندك variable cost وselling price وtotal fixed cost، كده حضرتك تقدر تعمل الانكم ستيتمنت اللي هو كان طالبها مني. تعالى نعملها يلا بالشكل اللي احنا متعودين عليه. ادي السيلز ماينس تي في سي يديني تي سي ام، اللي هشيل منها تي اف سي توتال فيكسد كوست يديني الان او اي اهو. ده الشكل اللي انا متعود عليه. يلا عشان نحسبها بقى. هو كان قايل لي بافتراض ان احنا هنبيع 25000 يونتس، يبقى ادي بص انا لو مكانك 25000 يونتس دي موجوده هنا وهنا، بس الفكره ان انا في اول مره هضربها في السيلينج برايس اللي كان 60، وفي تاني مره هضربها في الفاريبل كوست اللي كانت 40، واشوف دي هتديني كام ودي هتديني كام. وبالمره يعني لو عايز والله تحسب التوتال كونتريبيوشن مارجن بانك تاخد برضو ال 25000، بس هتضربها في كام بقى؟ في ال 20، الفرق ما بين ال 60 وال 40. طب ما تيجوا يلا نحسب الكلام ده. والله لو حسبت ادي 25000 لما ضربتها في 60 طلع لي التوتال مليون و500، ادي مليون و500، ولما ضربت ال 25000 في 40 طبعا مليون، بس انا هوريها لكم برضو اهي، يبقى التوتال فاريبل كوست طلعت مليون. ولما التوتال فاريبل كوست عامله مليون، من مليون و500
هيبقى التوتال كونتريبيوشن مارجن عامل 500. طب معلش انا عايز اتاكد بس، هل لو ضربت 25000 في 20 يديني 500؟ اهو 25000 في 20، سبحان الله 500. يلا ال 500 دول هشيل منهم توتال فيكسد كوست انا كنت جايبها ب 200، يبقى النت اوبريتنج انكم بتاعنا عامل كام؟ عامل 300. طب البير يونت داتا انت كاتبها هنا بس برضو طلعها ولمحها هنا، ادي 60 ماينس 40 يديني 20. حلو. طب الريشيو، والله انا عارف ان الريشيو دي ممكن اجيبها من اي حتة، لو جيت خدت ال 40 وقسمتها على 60 اوبا هتطلع ايه الرقم العجيب ده؟ ها اكتب الريشيو كام في المية. لا قرب يا حبيبي قرب. يعني ايه اقرب؟ اخليها كام في المية؟ 66 دي طبعا اول ستة دي هنزود عليها 1 من 10 تبقى 67%. الفاريبل كوست ريشيو 67، طبعا البرايس 100 يبقى الكونتريبيوشن مارجن ريشيو 33%. كده انا عملت الانكم ستيتمنت بالشكل اللي انا متعود عليه وجهزت كل حاجه. كده جاهز حضرتك تحل لي الباقي ده كله. يلا اول واحده، وات از ذا بريك ايفن ان يونتس اند دولارز؟ قلت له قوي قوي، عشان اجيب البريك ايفن ان يونتس الاول هاخد التوتال فيكسد كوست اللي كانت عامله 200000 واقسمها على كونتريبيوشن مارجن بير يونت اللي كان عامل 20. اهي انا بجيب الداتا منين؟ اهي ادي ال 200000 بتاعت التوتال فيكسد كوست اهي، وادي ال 20 اهي بتاعت الكونتريبيوشن مارجن بير يونت. لو جيت عوضت هيطلع 10000 يونت، ده النمبر اوف يونتس بتاعت البريك ايفن اللي هروح جاي ضاربها في السيلينج برايس 60 عشان اترجمها لدولارز هتطلع 600000. يبقى انت كده جاوبت الاثنين اهو، ادي النمبر اوف يونتس بتاع البريك ايفن وادي الدولارز بتاع البريك ايفن، ويبقى ريكويرمنت نمبر 2 خلص. نمبر 3 بيقول لي وات از ذا مانثلي بريك ايفن دولارز؟ قوي قوي، لما دي البريك ايفن دولارز برير، ها تعرف تجيبها بالمانث؟ اه طبعا، المانثلي هاخد ال 600000 واروح جاي عامل ايه يا شباب؟ اقسمها على ال 12. اه هقول له يبقى ال 600000 واقسمها على 12 هتطلع 50000. لازم نبيع ب 50000 في الشهر عشان نجيب البريك ايفن بتاعنا في السنه اللي ب 600000. نمبر 4 بيقول لي وات از مارجن اوف سيفتي ريشيو؟ عشان اجيب المارجن اوف سيفتي عينك تبص على السيلز وتسال نفسك احنا مأمنين نفسنا بقد ايه بيه. هقول له والله المارجن اوف سيفتي ريشيو ايكوال السيلز كانت 1,500,000 تكتب بسطا ومقاما. اهو بسطا ومقاما، ادي 1,500,000 وهنا كمان 1,500,000. طيب المليون وخمسمية دي اشيل منها مين بقى؟ قال لي نشيل منها البريك ايفن اللي كان عامل كام؟ اللي كان عامل 600. يعني بتتكلم في، تعالوا نحسبها، ادي 1,500,000 ناقص 600 طلعت 900، هقسمها على 1,500,000 كمان مرة طلعت 60%. اديني جبت يا سيدي المارجن اوف سيفتي ريشيو، وكده الريكويرمنت نمبر 4 كمان خلص. يلا نمبر 5 بيقول لي ايه 5؟ بيقول لي وات از ذا ديجري اوف اوبريتنج ليفرج؟ انا عارف ان الديجري اوف ليفرج بيبقى عباره عن التوتال كونتريبيوشن مارجن على الان او اي. قلت له يبقى دي او ال ايكوال اهو ال 500000 total contribution margin over النت operating income كان 300000. لو حسبنا الكلام ده تعالوا نشوف هيطلع كام على الآلة، اهو 500000 على 300000 طلعت 1.7، هنقرب طبعا 1.7 times. جميل. بعديها كده نمبر 5 كمان خلصت. نمبر 6 بيقول لي وات از ذا برسنتج اوف تشينج ان نت انكم اف سيلز ديكريزد باي 30%؟ ها طبعا دي مش محتاجه، طالما عندي الدي او ال يبقى اعرف اجيب البرسنتج اوف تشينج في الان او اي بان انا اخد البرسنتج اوف تشينج في السيلز ال 30% واضربها في 1.7 بتاعه الدي او ال. لو ضربت اهو دي في 30% هيطلع 50%. بالمناسبة حد هيقول لي طيب طلعت، انا طبعا عشان استخدمت الرقم اللي كان على الآلة طلع 50%. لو كنت ضربت
1.7 اللي هو متقرب الراوند ده، ضربته في 30% كانت طلعت 51%. ها فرقت معاك يعني الواحد برسنت ده؟ لا ما تفرقش خلاص. وخلينا نتفق علشان الامتحان طبعا الناس هيقول لي ما انت ممكن في التشويسس ما نلاقيش الرقم ده، لو ما لقيتش الرقم حضرتك هتلاقيني دايما كاتب لك all answers are incorrect. وخلينا اتفق معاكم برضو ان انا هشتغل دايما بالاراوندد ارقام، يعني الرقم اللي انا قربته اللي هو 1.7 وهتديني 51 هتلاقي في الاختيارات 51 خلاص. يلا يا نمبر 6 كده كمان خلصت. نمبر 7 what is operating income if sales are 8000 units don't prepare income statement. انا كده كده مش هبريبير income statement لما السيلز بتاعتي تبقى 8000 وانا عندي اصلا البريك ايفن كان 10000 مبدئيا كده. مبدئيا احنا خسرانين بيه ليه بقى؟ لان ساعتها لما اجي احسب الان او اي باخد السيلز بتاعتي ال 8000 ماينس البريك ايفن 10000 وهضرب في الكونتريبيوشن مارجن بير يونت اللي هو كان 20، يعني هتطلع نيجاتيف 2000 في 20. وطبعا نيجاتيف 2000 في 20 هتطلع نيجاتيف 40000، وطالما بالنيجاتيف يبقى دي ان او اي ولا دي لوس؟ لا دي لوس، انا خسران لان اصلا نزلت عن البريك ايفن.